بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وحزبه. أما بعد، موضوعنا اليوم هو تفسير سورة الغاشية باللهجة الدارجة المغربية. نعرفوا بسورة الغاشية شكون هي. سورة الغاشية هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. آيات سورة الغاشية 26 آية. ترتيب ديال سورة الغاشية في القرآن الكريم هي 88، ونزلت سورة الغاشية بعد سورة الداريات. تيتكلم المحور ديال هاد السورة حول جوج ديال المواضيع أساسيين اللي هما القيامة وأحوالها وأهوالها، وهي كل ما تلقاه الكافر في يوم القيامة من العناء والبلاء أي المشقة، وداك الشي اللي تلقاه أو اللي تياخذ المؤمن فيها من السعادة والهناء. ثانيا، الدلالة والبراهين على وحدانية الرب العالمين، القدرة ديال الله البهرة في خلق الجمال اللي هما الإبل، وواحد الخلق عجيب، والسماء البديعة أي الجميلة، والجبال المترفعة العالية، والأرض المسرحة الواسعة، وكلها شواهد على وحدانية ديال الله وجلال السلطان دياله. وتختمات هاد الصورة الكريمة بتذكير الناس باش يرجعوا كلهم الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك؟ وجهك رسول الله الخبر ديال يوم القيامة اللي تدور بالناس بحال الغشاء بالأهوال ديالها. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. تيقول سيدي ربي في هذه الآيات راه الوجوه ديال الكفار غدا يوم القيامة غادي تكون مكرفصة دليلة بالعذاب، مهلوكة بالعمل الشاق المتعب، وتصيبها واحد العافية حارة، وتتسقى من واحد العين حارة بزاف، وما كاينش الأصحاب ديال جهنم الماكلة اللي هي الطعام إلا من واحد النبتة اللي الشوك ديالها تيلصق بالأرض، وهو من أشر الأطعمة وأخبثها. وهاد الماكلة هادي اللي هي الضريع ما كتسمنش موالين جهنم، وما كتغلظهمش، وما كتشبعهمش. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية،
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. راه الوجوه ديال المؤمنين غدا يوم القيامة غادي تكون منورة بداكشي اللي خدمات في الدنيا ديال الطاعات وراضية وداخلة لواحد الجنة عالية ما تتسمعش فيها شي كلمة خايبة وفيها عيون تيتكفح الماء ديالها وفيها نوامس عالية وفيها كيسان عامرين وصفين للشاربين وسيد مصفوفة وحدة جنب الأخرى وفيها بزاف ديال الزرابين فرشة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أيواش ما كتشوفوش الكفار والمكذبين الجمال أي الإبل كيفاش خلقها الله واحد الخلق عجيب والسماء كيفاش رفعها الله هذا الرفع البديع والجبال كيدار لها سيدي ربي بحال اللوتات في الأرض باش تبت الأرض والأرض كيفاش وطاها سيدي ربي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نصح الرسول هادوك اللي ما كيتصنتوش ليك بداكشي اللي رسلتك به ليهم وما تحزنش الا ما تصنتوش ليك راه انت فقط غير كتنصح وما تكرهوش على الايمان. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ولكن اللي ما تصنتوش ليك وبقاو متعنتين على الكفر ديالهم غادي يعذبهم ربي العذاب الشديد في النار. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي غادي ترجعوا الله سبحانه وتعالى بعد الممات ديالكم وغادي تجازوا على الأعمال ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.